مشاهدينا، جمعية تيتش تشايلد تأسست بال 2011 مع 100 تلميذ، وهلا صارت تضم 1311 تلميذ. كيف بتساعد الطلاب؟ بنعرف سوا من رئيسة لجنة التعليم بالجمعية لينا عسف. سيدة لينا عسف، أهلا وسهلا فيك اليوم معنا بتحلى الحياة. بداية ريت تعرفينا مين هي جمعية تيتش تشايلد. جمعية تيتش تشايلد مثل ما تفضلتوا وقلتوا تأسست بال 2011 من مجموعة سيدات، وبلشنا ب 100 تلميذ وكبرنا بظرف 6 سنين، صار عندنا 1311 تلميذ بكل أنحاء لبنان. نحن بنساعد التلميذ وبنعطيه كل شيء لحتى يقدر يفوت على المدرسة. يعني شو بتعلموا التلاميذ؟ يعني بنسجل التلاميذ بالمدارس وبندفع عنهم رسم لجنة الأهل والترانسبور بالأوتوكار واليونيفورم والقرطاسية وبعض الأحيان الكتب. عم نحكي بمدارس معينة؟ بالمدارس الرسمية بكل أنحاء لبنان. نعم. عنا تلاميذ بكل المحافظات، عنا بالشمال، بالجنوب، بالنبطية، بالبقاع، ببيروت وبجبل لبنان. نحن هون عم نحكي عن كل التلاميذ بدون أي تمييز. كل التلاميذ بدون أي تلميذ من ناحية الطائفية أو إذا كانوا ذكر أو أنثى. عنا تقريباً نفس العدد صبيان بنات. يعني بتفرق أمرار، شوي أكتر أمرار البنات، شوي أكتر أمرار الصبيان حسب السنين. شو الظروف يلي بتاخدوها بعين الاعتبار لحتى تساعدوا هالطلاب؟ نحن عنا أهم شيء عنا إنه ناخد التلاميذ يلي أكتر شيء محتاجيننا بقى، محتاجين مادياً، محتاجين مادياً. بيكون بأغلب الأحيان البي منه متواجد، يا متوفي أو تارك البيت، أو الأهل اثنيناتهم عطلين عن العمل، أو في مرض مزمن كمان يعني في حالة تستدعي المساعدة. مظبوط. وغالبا يعني بيكونوا الأهل يعني مدخولهم أقل بكتير من المصاريف من قسط المدرسة، من قسط المدرسة ومن الحد الأدنى. وما قادرين يعني عندهم أولويات، بيكون إذا في مرض مزمن الأولويات يشتروا الدواء، ما بتعود الأولوية يبعتوا أولادهم على المدرسة. بقى هون نحن بيجي دورنا. يعني هالقد في، عفوا هالقد في حالة اجتماعية اليوم صعبة عم تكون؟ في حالة اجتماعية كتير صعبة اليوم، في كتير ناس عاطلين عن العمل، ما بيلاقوا شغل بسهولة. يعني من حيث من خلال وجودكم على الأرض عم تلمسوا أنه عم بيزيد عدد هالعائلات؟ مع أنه ما في إحصائيات رسمية. صار لزمان ما انعملت إحصائيات رسمية بلبنان. بس نعم نحن عم نلمس أنه في حاجة كل سنة تتزايد. سنة تتزايد للأسف. يعني سيدي لينا، عم تحضروا لعشاء سنوي رح يصير بستة نيسان، وطبعا هدفه لتجمعوا تبرعات. مزبوط. هيدا العشاء هو أهم حدث بيصير عنا لحتى نجمع تبرعات. هول التبرعات هول منتكل عليهم لحتى نقدر نعلم هالولاد ونساعدهم يفوتوا على المدارس. هيدا الحدث رح يكون بستة نيسان مثل ما قلتي، ويعني دعم الأصدقاء تبع الجمعية منتظر يعني، ومهم كتير لإلنا. أكيد. الجمعية مؤلفة من 25 عضو. نعم. يلي بده يشارك معكم ويكون كمان عضو فعال بالجمعية، كيف ممكن المشاركة؟ أوكي. نحن يعني بنستقبل أي شخص بيدعمنا وبيحب يساعدنا، في يتصل فينا على المكتب. كمان إذا بيعرفوا أشخاص بدهم مساعدات كمان فيهم يتصلوا فينا على المكتب. في رقم تليفون؟ رقم التليفون 01-376-119. بيتصلوا فينا بأيامات الأسبوع نتنال للجمعة. نعم. ونحن بنستقبل كل مين بحب يدعمنا ويساعدنا. ولكل هلأ تلميذ عم يحضرنا كمان لينا وطالب المساعدة، كيف بيقدر كمان يتواصل معنا؟ كمان بيتواصل معنا على نفس رقم التليفون. نعم.
شكرا لوجودك معنا ويعطيكم الف عافيه على العمل كمان الانسان اللي عم تقوموا فيه بمساعده الطلاب اللي بامس الحاجه كمان لدعمكم. يعطيكم الف عافيه. شكرا لك. شكرا.